بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم أنا بمكاتب أركود بالتصميم المعماري والداخلي مع صديقي المهندس محمد. حيك مهندس محمد. الله يسلمك. اشتغلنا أكثر من مشروع مع بعض وإن شاء الله حيكون في مشاريع مستقبلية من بينها مكتبكم. أكيد دائما نشرف الشغل معكم، ونحب نوضح للناس دائما ضروري جدا إنه نتعامل مع مهندسين الإنارة. يعني إحنا شركة تصميم داخلي، الناس أخذوا فكرة إنه مهندس الديكور ممكن إنه يشتغل الإنارة بطريقة 100%، وهي قضية خاطئة. مهندسين الإنارة هو علم بحد ذاته، في له مختصين فيه. إحنا شركة تصميم داخلي جبنا المهندس عزت البارودي وتشرفنا بالشغل، شرف إلنا، ليعملنا مكتبنا بطريقة صحيحة 100%. حنغطي اليوم التصميم الإنارة اللي كان بالمكان، والحمد لله نتيجة جميلة، والتصميم الداخلي ما شاء الله أبدعوا فيه شركة أركود. حنشرح أفكار الإنارة ونورجيكم التصميم الداخلي. طيب خلينا نشوف الأفكار مع بعض. بالبداية في عنا الرخام تنور بستريب لايت مع ألمنيوم بروفايل، حطينا خط إنارة طويل الماجنتيك تراك، في داون لايت وسبوت لايت بحجم صغير. طبعا للاسف كثير ناس لما تركب ماجنتيك تراك بتاخذ الاحجام الكبيره. لاحظوا هذا الحجم صغير وجميل كثير. نورنا النباتات هي النباتات اخر المكان، فهي ميزه التراك انه انا فيني احرك السبوت لايت. للاسف كثير ناس بتوزعوا بطريقه خطا، نحن ما حطينا الا خط واحد بكل المكان. بعدين الاناره المخفيه اللي تحت الكاونتر اجت بطريقة جميلة، إنارة مخفية من الأعلى، إنارة مخفية عند تحت الكاونتر، وداون لايت نور لي مكان، فما في داعي بالك بالإنارة بمنطقة الكافيه. المنطقة الثانية منشوف إنه هلأ شلون غطينا فيها الإنارة، هي الستريب لايت جاي على هذا الحيط بطريقة جميلة. بعدين عندي الول ووشر اللي وضح لي الماتيريال اللي بيستخدمها مكاتب أركود، فمنشوف ألوان مختلفة للخشب، ألوان مختلفة للرخام أو البورسلان. بعدين عندي الإنارة اللي اجت على النباتات بمنطقة ما فيها جبس، فركبنا فيها الإنارة مباشرة بالأعلى. فاللي حابب يركب إنارة على الكونكريت ما في أي مشكلة، بس بده يستخدم الإنارة المناسبة. نفس الفكرة، حطينا داون لايت بالمكان هذا. خلينا نشوف الميتينج روم مع بعض. لاحظوا شلون الإنارة بالسقف مو مليانة، لاحظوا السقف كامل ما في إلا عدد بسيط من الداون لايت اللي إجا عند أماكن أبرزت المفروشات بطريقة جميلة. إنارة الأرفف حنشوفها مع بعض. إنارة الأرفف منلاحظ إنه سريب لايت ما حطيناه بالأعلى، حطيناه بالنهاية بحيث انه يضيء كتلة الخشب بدون ما يظهر الخط، وحطينا سبوت لايت بالاعلى ليظهر جمالية القطع من فوق، فبزاوية صغيرة بحيث انه ما يشوه المكان. نفس فكرة ستريب لايت اذا شفناها عند الكاونتر حتكون جميلة كتير. لاحظوا شلون ستريب لايت عبارة عن قناة من معدنية، اعطتني مع الديتيل مع التفاصيل هي انارة جميلة تحت الكاونتر. فلما نستخدم ستريب لايت او شريط الاضاءه بطريقه مناسبه، لاحظوا شلون بالمكان هذا بالسقف، لاحظوا شلون بالسقف بقناه معدنيه مباشره. المكان هذا كامل في ثلاث خطوط، خط بالمستوى الاول، بالمستوى الثاني، بالمستوى الثالث، مع داون لايت بعدد غير مبالغ. اناره الحمام سبوت لايت بزاويه صغيره 10 درجات اجت على المغسله، اناره مخفيه بالاعلى، وسبوت لايت جاي على اللوحه. طبعا انعكاسهم على المرايه خلاني اشرح لكم عليها، ولا هن بالمكان هذا ستريب لايت سبوت لايت موجه على اللوحه، وسبوت لايت جاي على المغسله. اعطى اناره كافيه وعاليه بدون ما نحط بس نوع واحد، ثلاث انواع مستخدمه: سبوت لايت زاويه 10 درجات، زاويه 15، وستريب لايت اناره مخفيه. طبعا هذا سبوت لايت ظاهر بدون تراك، في ناس بتفكر انه لازم تراك، لا ممكن يركب مباشره، بس دائما ندور على الاحجام الصغيره ما يكون حجم كبير. انا افضل اللون الابيض لان الناس بتصير ما بتنتبه، بتدخل على المكان ما بتنتبه كثير لوجود سبوت لايت. وطبعا هذا لازم يكون من جوا اسود مثل ما اتفقنا، وتكون زاويه الضوء صغيره. هذا حتى لو ما عندي لوحه ممكن ركب سبوت لايت عادي وجهه على اي شيء بركبه على الرف. الحمامات المعلقه لما يكون في عندي رف ممكن وجه الاناره عليه.
وبحب أضيف إنارة مخفية بحيث إنه تعطيني خيار إضافي. لاحظوا هي بدون إنارة مخفية بس بوطلعت على اللوحة، هي مع إنارة مخفية لو شغلنا السبوت لايت هذا، لاحظوا شلون الإنارة الانعكاس، الإنارة من اللون الأبيض أعطاني إنارة جيدة، فعدة مستويات أعطتني إنارة مناسبة بالمكان هذا. إنارة الحمام هذا بعدة أنواع من الإنارة، النوع الأول حطينا إنارة مخفية أعطتني إنارة غير مباشرة، النوع الثاني سبوت لايت إجا على المغسلة وعطاني انعكاس عالي بقية المكان طريقة جيدة بزاوية كثير صغيرة. النوع الثالث إنارة على اللوحة، فعندي سبوت لايت على اللوحة إنارة مخفية وسبوت لايت جاي على المغسلة. تعدد مستويات الإنارة وتعدد المصادر عطاء فخامة للمكان. طبعا هذا مو شرط يجي على اللوحة، ممكن يجي على الرف نفسه، فلاحظوا انه شلون كل واحد ساهم بإنارة مناسبة للمكان. طبعا إنارة البندنت لايت كمان جميلة، لاحظوا شلون عطت رينج اوف لايت بندنت فلوتينج وراكبة مباشرة على السقف مع إنارة مثل نجوم داخلها. طبعا هي من اختيار أركود. كل الإنارات اللي شفناها الثانية سواء الول ووشر أو سبوت لايت أو هذا، هي من أكيومن. طبعا الإنارات الديكورية من اختيار أركود. اللي عجبني بأركود بصراحة التفاصيل، لاحظوا شلون تمديد الكهرباء ما بيصير عندهم أسلاك، لازم قال لي هذا بكل مشاريعنا المهندس محمد لازم، وهذا سبب ارتفاع التكلفة لأنه الماتيريال أو طريقة التركيب عندهم بتم بأعلى المستويات، فما لاحظوا شلون عبارة عن كونديوت، فتفاصيل جميلة كتير. طبعا هذا له علاقة بالشغل النظيف والمحترم من شركة أركود. اللي حابب يتواصل مع أركود لتصميم داخلي أو معماري حصور لكم الكرت، ممكن تواصلوا معهم يعني للتصميم الداخلي. نحن ناويين مستقبلا إن شاء الله نقدم باقة مع أركود بحيث إنه يكون تصميم داخلي شامل تصميم الإنارة، فحصور لكم كرت وأترك لكم إياه. الستريب لايت اللي موجود بالأرفف لما يكون سفلي وينور لي الرف، لاحظوا شلون إذا شغلناه أعطاني جمالية، نور خلف الأشياء، فما بخلي فوق، بخلي بتعمد خليه، وخصوصا إذا كان عندي خشب فنور لي المكان بطريقة جميلة. إذا ضفت سبوت لايت، شغلت سبوت لايت، لاحظوا شلون نور الأشياء من برا فأعطاني جمالية وفخامة. إذا طفينا سبوت لايت لاحظوا اختفت جمالية الأشياء. هلا حنشغل سبوت لايت ونطفي الإنارة المخفية الستريب لايت، فلاحظوا ما أعطاني العمق، الاثنين مع بعض أعطاني عمق للمكان وأعطاني هايلايت، فهي أحد أفكار إنارة الأرفف. طبعا مو خطأ، في أفكار كتير بس هي أحد أفكار إنارة الأرفف، أنا بفضلها تكون من الأسفل لما يكون في عندي تلفزيون بحيث ما تكون هادئة.